السلام عليكم، شيماء الزمزمي، نائبة الأولى رئيس غرفة صناعة تقليدية رباط القنيطرة. الرئيس اليوم غير موجود في المغرب، مشى في مهمة للكابون، يتلاقى مع وزير صناعة تقليدية للكابون ووزير التنمية البشرية، وإن شاء الله راه جاب لنا اتفاقيات وغادي نبداو نخدموا مع الكابون. اليوم دازت الدورة العادية لشهر أكتوبر اللي دوزنا فيها عدة نقط، والنقطة المهمة هي المصادقة على الميزانية ديال 2025، ونتمنى تكونوا حاضرين معنا إن شاء الله في الأنشطة اللي جاية وفي المعارض اللي جاية. وغادي يشد اليوم الصناع التقليديين باش يتقيدوا في السجل الوطني ويتقيدوا في الإغينة، وإن شاء الله نتعاونوا ويكون غير الخير، وشكرا. فخ مستقبل الغرفة إن شاء الله دابا كاين أديس أبابا غادي يمشيو ليها باش نمثلوا القفطان المغربي، وغادي يكون الاتحاد الإفريقي موجود، وحنا عارفين بأن عندنا مشاكل مع بعض الدول اللي بغاو ياخذوا لينا التراث ديالنا، إذا غنمشيو نهزوا التراث ونحطوهم في أديس أبابا وغيكون الاتحاد الإفريقي كامل موجود باش نبرهنوا بأن دوك التراث ديالنا، واخا ما عندناش نبرهنوا لشي واحد ولكن راه خاصنا نديروها. عندنا معرض في رواندا ان شاء الله، وهناك العديد من البلدان الافريقيه والاوروبيه الصاهرين على تهيئه المشروع الجزائري المعروض على الجمعيه العامه. غنوجه واحد السؤال السيده الرئيسه للجنه الماليه اللي بدات مجموعه من الملاحظات حول مجموعه من البنود بما فيها الزياده في كذا والزياده في الاطعام والزياده في ترك الاعضاء، مجموعه من الزيادات التي نباركها ونؤيدها ب يعني واحد واحد نسبة كبيرة 100%، لأن دخلنا واحد المنعطف الآن اللي خصنا نكون نسرعوا الوتيرة ديال العمل داخل المؤسسة. السيدة الرئيسة، ألا ترى اللجنة المالية أنها ما تطرقتش ولو بجزء بسيط للعمل الاجتماعي داخل هذه المؤسسة؟ سؤال مطروح، كانت واحد الجمعية ديال الشؤون الاجتماعية اللي عقدت الجمعة العامة ديالها في هذه السنة هذه، ولكن الآن المصير ديالها ما عرفناش فين وصل. كان بالأحرى السيدات والسادة أعضاء اللجنة المالية وضعوا مجموعة من الاقتراحات لتتداول داخل الجمعية العامة بما فيما يخص التأمين، وكذلك الجانب الاجتماعي الذي يهم الصانع التقليدي، لأنه من العين والعار مجموعة من الصناع التقليديين وبالخصوص السيدات والسادة المستشارين طريح الفراش الآن. نتمنى والله أن الجمعية العامة أنها كلها توافق على واحد المشروع خاص بالجانب الاجتماعي، وإضافة واحد المبلغ المالي إلى خانة الشؤون الاجتماعية. وشكرا السيدة الرئيسة، وأصوت مع الأغلبية لصالح المشروع بالميزانية 2025. شكرا سيدي. هي المقترحات اللي جات اللي كانت اقترحات وصاروا منها هذه القضية، بما أن المسألة بقى مفتوحة ديال الاقتراح فيها اقتراح إيجابي. هذه من جهة. ثانيا أن هذا البرنامج هذا العرض هذا راه كيهضر على خيارات تكون فيها، ولكن النقطة تكوين الأعمال راه كتهضر لك على تكوين بصفة عامة بما يعني كتقسم اللجنة ديال التكوين المستمر والاستهلاكيين. الجهة الثانية هو أنه حنا دابا كنناقشوا الخلاف، أي أخ بدلو شي حاجة ممكن تضاف يعني الباب مفتوح، راه ما كاينش إشكال على الاجتهاد ديال الإخوان في اللجنة، وكذلك تصنف الإخوان اللي ما حضروش بعض ماشي كلشي، بعض الإخوان تصافوا علينا شي بويس تناها وليو دابا اللي بدلو شي هذا بصراحة ما كاينش إشكال ذاك العملية وخاصة التسوين. اللي هو الصناعة التقليدية تبين ماشي ساهل باش تدير بلغة الإقناع، ولكن الخطر اللي كاين وهو خص الغرفة ومع الشركاء ديالي يلتزموا بهذا توزيع الحق ديالهم، لان راه كنقول تعطي المصالح الصناع، اذا هنا خصني تقريب اداره المواطن اللي كان عطى الشهاده ديالو باش نقدر ندير القرار ديالو. اللي كنقولوا الجواب ديال السيده الرئيسه بان هناك الوزيره غادي تفرق الشوارع، راه كانت في السنه الفائته كنا كنسمعوا دائما هذا بان السيده الوزيره غادي توزع الشوارع، ولكن لم يتم ذلك، فدار واحد الحفل في الرباط وكان شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس
وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.